خطيرة، تقريبا ثلاث كرات كانت عبارة عن أهداف ضاعت. هذه صورة معبرة أخرى في مدرجات ملعب مرسول بارك لأحد المشجعين اللي كان مستاء من هذه الليلة ومن هذه الوضعية ومن الخسارة بهذه الصورة. واسمح للقول بين قوسين من هذه الفوضى اللي موجودة كانت عند النصر في العديد من الأوقات هذا.